السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهتزت ولاية قسنطين اليوم السبت على وقع خبر صادم وفجأة لما راح ضحيتها شخص. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. لقي فتى صغير يبلغ من العمر 11 سنة إثر غرقه ببركة مائية بجانب الأراضي الفلاحية بحي الإخوة إبراهيمية بمنطقة واد حميم وتابعة لبلدية الخروب. مصالح الحماية المدنية تنقلت لمكان الحادث أين تم إخراج الضحية وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجل عبد القادر بن شريف، فيما فتحت عناصر الدرك الوطنية تحقيقاتها لمعرفة حيثية الحادث الأليم. إنا لله وإنا إليه راجعون.